زي ما قلت لك ماشي. خلاص ماشي كده على اتفاقنا. اتفضلوا. عايزين كوبايتين شاي سكر بره وتكتر السكر جوه عشان ده انا اموت في السكر. تحط لي انا السكر بره برضه. خلاص ما انا قلت له سكر بره يا باشا الكوبايتين ما تنساش وتكتروا. بتشغل دماغك عليا؟ طب ماشي يا باشا تحت امرك. يا بابا الكيس اللي انا هحط فيه السكر ضاع. يخرب بيت امك النهارده براحتك انا معايا الكيس بتاعي. هتعوز اي حاجه تاني؟ لا شكرا يا باشا تسلم ايدك. خد حط لي دول معاك. وانا مش عارفني بتوعك اكتر ولا بتوعي. عايز تضحك عليا انت؟ تضحك على ابوك انت تعفرط. عادي انا راضي باللي تدوه لي. انت اللي قلت عشان ما تجيش في البيت وتوجع دماغي. ادينا انا احط لك بتوعك بس مش عايزك تتكلم في اي حساب. هات يا عم السكر بتاعك. خد بقول لك يا باشا الحساب حياة ربنا. كوباية الشاي ب10 والسكر بره ب20 يعني الحساب كله كده 60. يا دي المصيبة. انت ما تقول ايه هو ده لوحده وده لوحده؟ والله العظيم ما كنت اعرف الكلام ده. ايوه يا باشا انت ما تعرفش حال السكر يومين دول. ما انا لو مش عارف حساب السكر ما كنت جيت لك. على العموم الحرام مش هما ينفع. خد يا باشا السكر اللي جبتوه لي بره ها وحسيبني على الشاي بس. النبي حاج ما تشغلش دماغك عشان كلها بتعرف تشغل دماغها يعني. حقك عليا يا ابني خد الحساب. صح المحفظه مع يا دوب ودقدق راح فين يا دوب؟ وربنا ما هتمشي من هنا لما تدفع الحساب. حتى ده عايز تشغل دماغك فيها ولا ايه يا ابني؟ اسمعني انا المحفظه بتاعتي كانت مع الود والله العظيم كان قاعد هنا. تلاقي بابا هيموت الوقت. اوعى اسمع صوتك. الحبل من عندك يا محمود ولا تفتح بوقك.